تعتبر الهليكوبتر طائرة مفيدة للغاية لأنها يمكن أن تقلع وتهبط عموديا في مساحة محدودة للغاية وتدور في أي اتجاه بسرعة كبيرة وتحوم في الهواء. يتم تشغيلها بواسطة محرك في الجزء العلوي مع شفرات تدور بسرعة عالية لإعطاء المركبة قوة يمكنها من الارتفاع في الجو. مرحبا بكم متابعين في قناة كاليفورنيوم في سلسلة أقوى العتاد العسكري والدول العربية التي تمتلكها. في هذا الفيديو سنتحدث عن أسرع طائرة الهليكوبتر في الدول العربية، ولكن قبل أن نفعل ذلك لا تبخلوا علينا متابعين بالضغط على زر الإعجاب. وبالمناسبة أريد أن أشكر كل المتابعين الأوفياء بدعمهم الخرافي في كل الفيديوهات التي يتم تنزيلها، وأيضا شكرا جزيلا على التعليقات الجميلة التي أقرأها كل يوم وهي السبب الرئيسي لتشجيعنا على الاستمرار في تنزيل الفيديوهات. والآن متابعين من دون إطالة سنترككم مع الترتيب. في المركز الثامن أباتشي AH-64D هي طائرة هليكوبتر هجومية أمريكية ذات أربع شفرات وذات عمود توربيني مزدوج مع ترتيب لمعدة الهبوط من نوع العجلة الخلفية وقمرة القيادة الترادفية لطاقم مكون من شخصين، فهي تتميز بمجموعة المستشعرات المثبتة على الأنف لاكتساب الهدف وأنظمة الرؤية الليلية. يمكن أن تصل إلى سرعة قصوى تبلغ 284 كيلومتر في الساعة في ظروف النهار الحار. والدول العربية التي تمتلك هذه المروحية هي مصر، الكويت، والمغرب، وقطر، والمملكة العربية السعودية، والإمارة العربية المتحدة. في المركز السابع ميل 126 هي مروحية نقل ثقيلة سوفيتية روسية تشغلها كل من العسكريين والمدنيين، وهي أكبر وأقوى طائرة هليكوبتر دخلت في سلسلة الإنتاج. يمكن أن تطير بسرعة قصوى تبلغ 295 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها واحدة من أسرع الطائرات الهليكوبترز في العالم. والمشغلون الحاليون لهذه الطائرة هم دولتان عربيتان فقط، وهم الجزائر والأردن. في المركز السادس MI-28N نايت هانتر هي مروحية هجومية حديثة مصممة للقيام بعمليات البحث والتدمير ضد الدبابات والمركبات المدرعة والغير المدرعة وأفراد العدو في القتال، وكذلك الأهداف المحمولة جوا المنخفضة السرعة. يمكنها أن تعمل ليلا ونهارا، وفي الظروف الجوية السيئة يمكن أن تصل سرعتها القصوى إلى 300 كيلومتر في الساعة. والمشغلون الوحيدين لهذه المروحية هم القوة الجوية الجزائرية والقوة الجوية العراقية. في المركز الخامس كاموف K-50 هي طائرة هليكوبتر هجومية روسية ذات مقعد واحد مع نظام دوار محوري مميز لمكتب التصميم كاموف، وتم تصميمها في الثمانينات وتم اعتمادها للخدمة في الجيش الروسي سنة 1995. ويمكن أن تطير بسرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة، مما يجعلها واحدة من أسرع الطائرات الهليكوبترز في العالم أيضا. والمشغل الوحيد لهذه المروحية هي مصر. في المركز الرابع مروحية NH-90 هي هليكوبتر عسكرية متوسطة الحجم ذات محركين ومتعددة الأدوار، وقد تم تطويرها استجابة لمتطلبات الناتو لطائرة الهليكوبتر في ساحة المعركة، والتي يمكن أيضا تشغيلها في البيئات البحرية. يمكن أن تطير بسرعة قصوى تبلغ 300 كيلومتر في الساعة،
والدولتان العربيتان الوحيدتان اللتان تشغلان هذه المروحية هم قطر وعمان فقط. في المركز الثالث أوغوستا ويستلاند AW139 هي طائرة هليكوبتر متوسطة الحجم بمحركين وتتسع ل 15 مقعدا. تم تطويرها وإنتاجها بشكل أساسي بواسطة أوغوستا ويستلاند، ويمكن أن تطير بسرعة قصوى تبلغ 306 كيلومترات في الساعة، مما يجعلها أيضا في لائحة أسرع طائرات الهليكوبتر في العالم. والمشغلون الحاليون لهذه المروحية هم الجزائر، مصر، ليبيا، لبنان، قطر، وأيضا الإمارات العربية المتحدة. في المركز الثاني AW101 ميرلين هي طائرة هليكوبتر عسكرية للرفع متوسطة الحجم، تم تصنيعها بواسطة أوغوستا ويستلاند، وهي شركة مشتركة أنشأتها أوغوستا الإيطالية والشركة البريطانية أوغوستا ويستلاند، وهي الآن مملوكة بالكامل لشركة فين ميكانيكا. يمكن أن تطير بسرعة قصوى تبلغ 309 كيلومترات في الساعة. والمشغلون لهذه المروحية هي القوات الجوية الملكية السعودية والقوة الجوية الجزائرية. وأخيرا في المركز الأول CH-47 شينوك هي طائرة هليكوبتر أمريكية ذات محركين ترادفية ذات حمولة ثقيلة تحمل اسم الشعب شينوك الأمريكيين الأصليين، يتم استخدامه لتحركات القوات ووضع المدفعية وإعادة الإمداد في ساحة المعركة. تعتبر أسرع طائرة هليكوبتر في المخزون الأمريكي، وتبلغ سرعتها القصوى 315 كيلومتر في الساعة. والمشغلون لهذه المروحية هم مصر، ليبيا، المغرب، وأيضا المملكة العربية السعودية بالإضافة إلى الإمارات العربية المتحدة. متابعينا، لقد وصلنا إلى نهاية الفيديو. إن أعجبتكم هذه السلسلة يمكنكم العودة إلى القناة لمشاهدة فيديوهات مماثلة لمعدات مختلفة للدول العربية التي تمتلكها. شكرا جزيلا على المشاهدة، وسنلتقي في فيديو قادم إن شاء الله.